خلونا نعرف من زميلتنا دينا شرف في الأول سؤال الحلقة بتاعنا، إيه الأكلة اللي ما بتعرفش تقف قدامها تحديدا بالليل؟ وبعد كده نطلع معاها على أسعار الذهب والعملات. صباح الخير يا دينا. صباح الخير يا أحمد. صباح الخير يا جمانة. صباح الخير والسعادة والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. طب اسألني على أكلة؟ في أكلات أكلة واحدة لا كده ما بحبش، يعني هنظلم الباقي، لكن هي أكلات كتير طبعا. هي بالنسبه لي كمان مش الاكلات اللي بتبقى في البيت، هي الاكلات اللي هو الخروجه بتاعت بالليل الساعه 12 اللي بتبقى مفاجاه دي، ان انت نزلت تتمشى او تخرج شويه فتقوم واكل بقى اي حاجه، شاورما، كبده، يعني رحت عند اي مكان كده بيعمل ورق عنب حلو وملوخيه وحاجات، لا يعني عادي بالنسبة. ورق عنب بالليل؟ مش ما عايزه انبسط يعني. ورق عنب بالليل عندك مشكله والكبده لا؟ فهي لا، هي بتبقى كده لان هي بتبقى مرتبطه بالحاله النفسيه، يعني هي بتسبب لك سعاده، بتبقى عايز تغير مودك او حاجه زي كده فبتبقى مبسوط وقتها، بقى بتقعد تعيط تاني يوم الصبح يعني تصحى من النوم تندم على اللي انت عملته بالليل، تعب وعسر هضم بقى. انا بسميها جريمه اخر الليل، الاكل اللي بيتاكل بالليل ده قبل النوم على طول، ولو اكل تقيل فعلا ده بيبقى جريمه في حق النفس بصراحه. اعتقد بعد الجريمه دي انا الاول نعرف اسعار الذهب والعملات.